دراسة عملها معهد التغذية القومي، وله شكل نظام بادية من السن الصغير، يعني كانت الدراسة معمولة على الأدوليسنس، ولقينا للأسف الشديد إن بداية نشاطة النظام موجودة بنسبة حوالي 15%، ودي نسبة خطيرة جدا إنها تتواجد في هذا السن. إحنا دلوقتي في الجمعية المصرية في سن الكورس بنوعي على هذا الموضوع، وبننصح إن أي سيدة لازم تاخد كالسيوم بقدر الإمكان، سواء بالأغذية أو بالعقاقير، طوال فترة حياتها، عشان لما توصل لسن المينوبوز وهيبتدي يحصل ضعف في العظام، لو العظم في الوقت ده قوي مش هيحصل هشاشة العظام. حضرتك بتتكلم على نقطة محددة وهي المشروبات الغازية. هي المشروبات الغازية بتتعارض مع امتصاص الكالسيوم. فهي لو بتتشرب في وقت كميات محدودة مش هتأثر. انما ما تتاخدش مع واحده بتاخد الكالسيوم وتشرب، بس الموضوع اكبر من كده. موضوع تغذيه، موضوع رياضه، الرياضه مهمه جدا لبناء تقويه العظام.